بس عودة بعض المسؤولين الروس للحديث عن أنه العالم على شفا حرب عالمية ثالثة وحرب نووية. ما في حرب عالمية ثالثة، ما في. روسيا ما قادرة تحارب أوكرانيا لوحدها في باخموت، ما قادرة تسيطر على باخموت. كيف بدها تعمل حرب عالمية؟ كيف؟ ما قادرة تواجه دولة واحدة عندها ترسانة أسلحة ضخمة. ورجيني الأرض الحقيقية، شبعنا منه، شبعنا منه كتير. وين الأسلحة الضخمة؟ كيف بعد ضم خيرسون كيف بتروح منهم؟ وبيطلع الرئيس الروسي بيقول لك هذه صارت أرضا روسية وتحت المظلة النووية الروسية. شلون راحت منهم؟ وين المظلة النووية الروسية؟ العودة دكتور سعيد للتلويح بالنووي، هرطقة روسية بتقديرك فهمت الرسالة التي تحدث عنها لافروف بنية أمريكية لقطع رأس الكرملين؟ الحديث طبعا حول استخدام السلاح النووي هو يعني ظاهرة ودليل ضعف وليس قوة، حيث أنهم يقولون في حال هزمنا سوف نستخدم السلاح النووي، هذا وهذا واضح من تصريحاتهم. لذلك هم يوجهون هذه الرسالة للغرب أن يعني يكفي، خلصنا، خلونا نقعد نعرف نتفاوض وننسحب من هاي الأراضي وحاجة بدل للجيش الروسي ولروسيا. يجب هنا يعني أيضا أخذ بعين الاعتبار أن الغرب وخصوصا الاتحاد الأوروبي لن يسمح لروسيا بضم أي جزء وأي شبر من الأراضي الأوكرانية المحتلة لسبب. بس دكتور كأنه التهديدات يعني مدفيديف وغيره بقلب يعني العالم رأسا على عقب. طبعا يعني الحديث الكلام ما عليه رباط، يعني مثل ما بقول المثال شايف كيف يعني يعني ممكن ان يتحدثوا حتى الان. ويعني انا اذكر انه الرئيس الروسي قال في احد لقاءاته اننا لم نبدا بعد، وفي الواقع ان الجيش الاوكراني في ذلك اليوم بدا عمليا القتال. وحاليا ماذا نشاهد؟ كما قلت باخموت منذ 5 أشهر لم يستطيعوا احتلالها، ومنذ يومين تم طردهم حوالي 5 كيلومتر بعيدا عن المدينة. وبالمناسبة يقاتل هناك نخبة قوات فاغنر، يعني ليس جند الجيش الروسي وإنما قوات الميليشيا المرتزقة التي يعتبر تعدادها نحو 50,000. هناك 10,000 منهم من الجنود النظاميين السابقين المدربين، ولكن هناك 40,000 أيضا من المعبئين حديثا تم إرسالهم لدعمهم، وأيضا من السجون الذين تم تعبئتهم أو يعني حشدهم من السجون. لذلك أيضا هم بدون خبرة عسكرية، لذلك يقومون برميهم ك يعني مفرمة لحم، يعني هذا المثال، هذا المصطلح يستخدم.